كده يا شباب هتكلم بقى حاجه اسمها نيرفس تيشو. النيرفس مش النيرفس سيستم، النيرفس تيشو اللي هو كاني بشرح السوليو، كاني بشرح مين؟ السوليو. لازم اعوض الجانب بتاع السوليو الجانب بتاع مين؟ النيورون، عشان الصوره تتكامل معايا. فلما اجي اتكلم على ايه هو الاستراكشر بتاع النيرفس سيستم، النيرفس سيستم او ايه الخلايا يعني بتاع النيرفس سيستم، هم حاجه اسمها نيورونز وحاجه اسمها نيورو، ما تنطقهاش غلط، نيورو جيليال سيل، نيورو جلايال سيل، نيورو جيليال سيل ومين؟ ونيورونز ومين؟ اذا سيلز نيرفس تشو حاجتين، حاجه اسمها نيورو جيليال جيليال سيلز او جيليال سيلز بلاش نقول يعني، و نيورون. دي يا شباب على فكره نيورو جيليال سيل دي سبورتيف لمين؟ دي بتدعم وتغذي مين؟ النيورون. النيورون دي هي المسؤوله عن النيرف كوندكشن، النيرف كوندكشن هي كوندكشن نيرف مين؟ يعني النيورو جيليال سيل دي ملهاش علاقه بتوصيل اشارات مين؟ العصبيه. هي بتخدم على مين؟ على النيورون، هي اللي بتخدمها. النيورو جيليال سيل دي هنقسمها الى نوعين، نيورو جيليال سيل ام 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 سي ان اس مين؟ نيورو جيليال سيل دي بروح نيرفس سيستم، انا بس هتكلم كعام كده كعام. النيورو جيليال سيل ان ذا سنترال نيرفس سيستم اللي هم حوالي اربع انواع، حاجه اسمها استروسايت، استروسايت نمرة 2، ايبندمال سيلز، ايبندمال سيلز استروسايت و ايبندمال سيلز و مايكرو جيليال سيلز، ايبندمال سيل احفظ معايا واصله مين؟ واصله صحيح. النوع الرابع حاجه اسمها اوليجو دندرو سايت، اوليجو دندرو سايت يا شباب ليه؟ اللي هي نيورو جيليال سيلز في مين؟ سنسر سنترال نيرفس سيستم اللي هي في الدريم والسبانال مين؟ بينما النيورو جيليال سيلز اللي في البريفرال هم نوعين، حاجه اسمها ساترايت سيلز الاقمار الصناعيه و شوان سيلز، شوان خلاص. دي التشكيله بتاعت مين؟ بتاع النيورو جيليال مين؟ سيلز. هناخد واحده بتفصيل من دلوقتي. بالنسبه بقى للنيورونز، النيورونز قال لك والله احنا لها كلاسيفيكيشن، لها مين؟ طبعا النيورون معروف، النيورون هو بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه اللي هم او اربع اجزاء، هنقول دندرايت، سيل بادي اللي هي السوما، اكسون، ونيرف تيرمينال. نيرف تيرمينال اوكي؟ طيب والنيورونز ده بالنسبه بعد ما نشوف الاستراكشر ده، المفروض ما فيش داعي نشرح الاستراكشر اوريدي شافه مع المصل نيرف السنه اللي فاتت او تجربه في السوري. النيورونز يا شباب هنقسمها الى لا كلاسيفيكيشن، لا مين؟ في برضه اللي هي ستراكشر كلاسيفيكيشن وفانكشنال مين؟ كلاسيفيكيشن. ستراكشر كلاسيفيكيشن
و الميمو وانت معايا الفانكشنال فانكشنال كلاسيفيكيشن. يبقى النيورون لها تقسيمتين ستراكشر كلاسيفيكيشن وفانكشن. الستراكشر كلاسيفيكيشن ان هي حسب السيل بروسيسز اللي طالعه من سيل بادي. سيل بروسيسز هل سيل بروسيسز كتيره ولا اتنين ولا واحده؟ ففي عندي حاجه اسمها مالتي بولر. مالتي مين؟ مالتي بولر نيورونز. المالتي بولر نيورون يا جماعه اللي اتكلمت شويه على العلاج اللي هي زي ما بنرسمها لكم ان طالع من السيل بادي طالع مين؟ طالع تفرعات كتيره جدا اللي هي الدندرايت. مين؟ الاكسون. مين؟ الاكسون. خلاص دي اسمها ايه بقى؟ مالتي بولر. اسمها مالتي مين؟ بولر. في باي بولر. باي بولر اللي هي باي بولر يعني يعتبر ذات ايه؟ ولا حاجه خالص. ذات القطبيه. ذات مين؟ القطبيه. اللي هو ايه بقى؟ ان هو عندك ده السيل بادي اهو بس طالع منه مين؟ يعتبر طالع منه اثنين بروسيسنج. واحده تشتغل كدندرايت، واحده تشتغل كايه؟ كاكسون. واضحه؟ دي اسمها مين؟ باي بولر. دي مالتي بولر. في بقى يوني بولر. يوني بولر اللي هي سيل بادي يا شباب طلع وان برانش. وان مين؟ يوني. الوان برانش دي اتقسمت الى جزئيتين. جزء اسمه بريفرال برانش وسنترال برانش. بريفرال برانش البريفرال برانش ده اللي هو اكت از دندرايت. اكت از مين؟ ده البريفرال. وده مين؟ سنترال. سنترال ده اللي هو يشتغل كايه؟ كاكسون. ماشي. وده السيل بادي. ده السيل بادي ده اسمه ايه بقى؟ يوني ايه؟ يوني بولر. ساعات ده اسمه حاجه اسمها سوديو يوني بولر. المهم يبقى اذا النيورونز مقسمه الى حسب السيل بروسيسز. هل سيل بروسيسز كتيره؟ هل مالتي تفرعات كتير قوي اسمها مالتي ايه؟ مالتي بولر. طب فرعين اثنين بس؟ باي بولر. طب فرع واحد؟ فرع واحد اللي هو يوني ايه؟ يوني بولر. غالبا المالتي بولر ده يا جماعه اللي هي الموتور. عارفين الموتور نيورون؟ موتور سوماتيك. لا شعورت اسف سوماتيك او اوتونومي. موتور لا فاكرين الموتور ديفيجن بتاع النيرفس سيستم؟ لو كان حاجتين سوماتيك موتور واوتونومي. سوماتيك رايح لمين؟ اوتونومي رايح لمين؟ دي اسمها مين؟ اسمها ايه؟ موتور. مالتي ايه؟ الباي بولر دي ان شاء الله هناخدها على مدار السنه. دي ممكن نلاقيها في الريتنا. الريتنا اللي هي اي ممكن نلاقيها في الفاكشن والشم. اليوني بولر يا جماعه اللي هي سنسوري نيورون. سنسوري مين؟ نيورون. سواء سوماتيك سنسوري او فيسرال. مين؟ سنسوري. اسمها ايه؟ يوني بولر. هرسمها لكم دلوقتي. طيب في نوع بقى من النيورون ان اكسونيك. ان اكسونيك يعني ايه؟ يعني ملوش اكسون. ملوش مين؟ هو عباره عن سيل بادي وطالع منها مين؟ دندرايت. طالع منها مين؟ دندرايت. اوكي؟ طيب الفانكشن كلاسيفيكيشن اللي هم سهله خالص بقى. ان انا بقسم النيورون الى ثلاث حاجات. يا اما سنسوري نيورون معايا؟ سنسوري نيورون او انتر مين؟
انتر نيورون او موتور نيورون. اللي رسم او بتاع رسم او ايه ماشي. طيب دي كان المنظر اللي قدامه ده اللي هو مين؟ هو السيلز اوف نيرفس سيستم، حاجه اسمها نيوروجيلال سيلز ونيورون. نيوروجيلال سيلز نيوروجيلال سيلز سي ان اس. نيوروجيلال سيلز مين؟ البيرفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم ثلاثه اربعه استروسايت ايبندمال سيلز مايكروجلايا وكل نيوروسايت بيرفرال ساتلايت سيل و شواء. النيورونز بنقسمها الى ستراكشر كريستيشن فانكشنال كريستيشن. الستراكشر كريستيشن هو مين؟ هاب بولر باي بولر هي بولر ان اكسونيك ان يعني مفيش اكسون. و الفانكشنال كريستيشن هل هو سنشن نيورون اللي هو جاي من الريسبتور ورايح للسنترال سيستم ولا خارج من البرين والسبان كورد اللي بسميه موتور. وموتور ده رايح لمين؟ يعني موتور نيورون ممكن يكون رايح لسكيتال المصر اسميه سوماتيك موتور نير او رايح لجلاند او كذا نسميه اوتونوميك هارت او كذا نسميه اوتونوميك موتور اللي هو الايفل ده يا جماعه. اللي على فكره السنسور نيورون مش عارف اسميها افل ها؟ ما بينهما الانتر نيورون. نيورون ما بين نيورون ونيورون ما بين السنس نيورون وما بين الموتور كده كده الصوره بقت يعني. طب تعالى بقى نشرح السنس ايه الفانكشن ايه يعني كل نوع من الخلايا اللي هي الاستروسايت فين لما تسدد مايكرو ايه الهدف ده؟ ايه الهدف؟ لو انا جيت لك على الاستروسايت اصل سايت قال لك دي ستار لايت سيلز. لو انت بصيت معايا في الشيب عامله زي النجم النجم الساطع ماشي ستار لايت سيلز. الاستر سايت ديت هي اكتر يعني لما اجي اقول لك النيورو جيليال سيلز مين اكتر نوع منها؟ هتلاقي اسمها اصل سايت. الاصل سايت دي لو انتم بصيتوا عليها خدتوها في الهيستولوجي او بصيتوا عليها عندي هتلاقوا ان الخلايا ديت لها فود بليد. عارفين ايه فود بليد؟ لها نيل اقدام لها نيل يعني لها بروسيس كده وكل بروسيس كانها فود نيل فود بليد. ودي وصله خير ما بين البلاد كابيلاريز وما بين النيورونز يعني هي اللي ممكن تاخد النيوتريشن منين؟ البلاد فيسل وتوصلها لمين؟ يعني من البلاد كابيلاريز وتوصلها لمين؟ للنيورون. يبقى لها مين؟ نيوتريت مين؟ فانكشن. وحاجه ثانيه قال لك الاستروسايت دي فيها نيورو فيلامنت وبتاع جامده يعني قويه فيها فقال لك دي تبقى سبورت. يعني ايه سبورت؟ يعني حاجه انت عاملها كده جدار مثلا بس جدار هش كده تضطر تدعمه مين؟ تجيب حجر تجيب بتاع عشان مين؟ عشان تدعمه. هي بقى بتدعم مين؟ دعم النيورون دعم مين؟ يبقى لها سبورت مين؟ فانكشن لها نيوتريتيف فانكشن ليها بقى فانكشن جميله جدا. قال لك ده بتشارك في حاجه اسمها بلاد برين بارير. بتشارك في حاجه اسمها مين؟ بلاد برين بارير. بص معايا كده بص معايا الرسمه الجديده دي اللي عندي هو ما هو البلاد برين بارير؟ ده هيستولوجي ده البارير اللي هو بيفصل جيمس فاريشن في الكونتنتس اوف ذا بلاد اللي هي الحاجات اللي موجوده في مين؟ في البلاد ان هي ما طبعا ما اتكلمش في الجغرافيا اللي انا كتبت فيها قعدت اقول ساعه على البيولوجي وعلى مش عارف مين انا ضيعت وقت هو ما بيرحمش ما عندوش وقت ما عندوش وقت. المهم خلاص سجل بعد كده بروحوا غاليين بروحوا بيقولوا وكمان بصوت الصوره كده ماشي. المهم البلاد برين بارير ده يا جماعه ده البارير اللي هو بيفصل البلاد عن مين؟ عن برين تيشو. برين تيشو ده قلت لك حاجه غاليه جدا. ده قلت لكم عامل زي الرئاسه باب العزيزيه ده ايام زمان. يعني ممنوع حد يقرب ناحيه مقر الرئاسه. فلازم يا جماعه مش اي ماده في البلاد تعدي مين؟ تعدي البرين تيشو. في حاجه اسمها بلاد مين؟ برين بارير. هو عباره عن ايه؟ معلش
هستفيد فيها شويه بس مش شويه بسيطه. ده عندي سي ده الجلد. هتلاقي عندك حاجه اسمها الانوثيريال سيليا. الانوثيريال مين؟ فيها عندك ما بين الانوثيريال سيليا وبعضها في حاجه اسمها تايب مين؟ تايب مين؟ وهنا ده يا جماعه هنا البرين تيشو مثلا سي مثلا برين تيشو او سبون كور تيشو ماشي. وهنا في مين؟ هنا في بلط. انا مش عايز حاجات من البلط تعدي مين؟ تعدي البرين. فلازم يا جماعه نبني مين؟ نبني السدود سد النهضه وسد الكلام نبني حاجه نبني فواصل. ف اول فاصل خالص اللي هم حاجتين اللي هم الاندوثيريال لير وما بينهما ما بين الخلايا اللي هي اسمها تايب مين؟ طيب اللي يليها بعدها هتلاقي حاجه اسمها البيزا اللامنة. بيزا مين؟ اللي هي الزرق دي بيزا اللامنة. طيب وايه ايه عايزين ندعم اكتر بقى؟ هنلاقي مين؟ هنلاقي الخليه اللي اسمها مين؟ استروسايت. استروسايت الاستروسايت جميله سبحان الله. الاقدام بتاعتها دعمت مين؟ دعمت غير اللي ايه؟ اللي في النص اسمها بيت زي ايه؟ يبقى اذا الثلاثه دول بقى او يعتبر الاربعه اللي هو الانتسيرا سيرف والتايت جنكشن بيت اللابن والفود بروسيس بتاعت مين؟ بتاعت الاستروسايت. الثلاثه مع بعض يا شباب او الاربعه مع بعض دول بيشكلوا حاجه اسمها بلاد برين. طيب هما بيتحكموا في مين؟ في بيحدوا بيعملوا ليميتيشن للمواد اللي بتعدي ولا ما بتعديش. اوكي؟ فهمنا حاجه؟ يبقى اذا من ضمن الفانكشن بتاع الاستروسايت اللي بتعمل مين؟ قلنا لها سبورت فانكشن، لها نيوتريتيف فانكشن. بتشارك حاجه ثانيه كمان، حاجه ثانيه جميله جدا. قال لك دي الاستروسايت يا شباب دي بتجهز بتحافظ على الانفايرمنت بتاع النيورونز. الانفايرمنت بتاع مين؟ النيورونز. تقول لي مش فاهم يعني ايه انفايرمنت بتاع النيورونز؟ انت عندك النيورونز ده تن رايت ده مين؟ ده الاكسون. وبعد كده عندك مين؟ نيرف مين؟ نيرف تيرمينال. اللي كان بيطلع منها مين؟ فيزيكال. اللي كان بيطلع مين؟ كيميكال ترانس ميدر. خلي بالك كان دايما وده طبعا ده الانترستيشال سيلز تمام. وعندك هنا خليه اللي هي مين؟ اللي هي الاستروسايت. الاستروسايت الخليه دي بتعمل ايه يا جماعه؟ قال لك انت لما بيحصل ترانسميشن دي اكشن بوتنشال او نيرف امبلس انت بتلاقي الصوديوم مين بيطفو عشان يعمل دي وبعد شويه زي مين اللي بيخرج؟ تسع عشان يعمل ري هنا باستمرار البوتاسيوم عمال مين؟ عمال يخرج، التسع عمال يخرج. تقوم تقول لي اوكي، انت معايا ولا مش معايا؟ تقوم تقول لي طب ما التسع اللي بيخرج ده هيلخبط لي الدنيا. تقول لي يا دكتور هو انت مش قلت لنا ان في عندنا حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم مين؟ طب بتعمل ايه؟ تخلي مين؟ خليك في البوتاسيوم، يعني تخلي البوتاسيوم اللي خرج ترده تاني. برضه احيانا ما بتبقاش كافيه. ما بتبقاش كافيه انك تعمل وذرول لمين؟ يا تسحب مين؟ البوتاسيوم يا جماعه لو جت في الانترستيشن اللي خدتها السنه اللي فاتت يبقى حاجه اسمها هايبر كاليميا. هايبر مين؟ ويأثر على الاكسيتابيت بتاع النيورون. يأثر على الاكسيتابيت بتاع مين؟ فسبحان الله. تقوم بقى الاستروسايت تشتغل كبفرنج سيستم يعني حافظ على ليه مين؟ كالسيوم. الكالسيوم الزياده اللي هو ما عرفش يرجع تقوم جايه مين؟ تقوم جايه خلعاه واخداه يعني عندها ابطيه في جزء هيرجع
الجزء اللي هو ما رجعش هي هتعمله مين؟ هي تاخده تعمل ابتيك مين؟ تكسر ورقه كنت حافظ على مين؟ حافظ على الليفل بتاع مين؟ التست لا يزيد ولا ايه؟ طيب في نفس الوقت يا جماعه الكيميكال ترانسميتر، الكيميكال ترانسميتر اللي خرج دوت ده بيعمل ستيموليشن اوكي اللي هو مين؟ للنيورونز الاخر او الاورجن. طب افرض تقول لي طب ما هو يا دكتور ما كان كان بيكسر انا مش عايز يعمل اكسسيف اكسايتيشن مش عايز يفضل موجود. هتقول لي طب ما هو بيكسر مش في نظام يا جماعه بيكسر اكيد اسيد الكولين في حاجه اسمها كولين مين؟ قال لك برضو احيانا ما بيعرف ما بنعرفش نتخلص منه تماما ما بنعرفش نكسره. فقال لك مين بقى اللي هترحمه وتبدعه برضه مش فطره اللي هي مين؟ يبقى الاكسس كيميكال ترانسميترز هي هتعمل له ابتيك، الاكسس بوتاسيوم تعمل له مين؟ ابتيك. فبتحافظ على مين؟ الانفايرمنت اللي هي البيئه اللي حوالين النار ان تبقى سيوتابل فور فانكشنز مناسبه للوظيفه. فهمتوا حاجه؟ اسمها مين؟ استروسايت. ساعات بقى النيورونز اللي انت عارفين طبعا النيورون ما بيحصل ديفيجن مفيش لان مفيش حاجه اسمها سنتريولز يعني اي نابسل او نيورون اتدمر خلاص ما فيش بداله ما بيصورش. فالدامج نيورونز ديت في خليه اسمها مايكرو جلير دي تلتهم مين؟ هم الرابش في رابش الزبالة يعني اي نيورون باظ وبتاع هنركنه لا نتخلص منه. فهي لما نخلص منه هيبقى في فراغ يا جماعه هيبقى في سبيس السبيس ده احنا عايزين نملاه مش حاجه اسمها في الجنين حته مهويه وحته مش عارف. فمين بقى اللي هيعمل الفراغ؟ الاستروسايت. الاستروسايت لها القدره انها تعمل مين؟ فيجن تعمل فين يعني اي سبيس هياخده من الجنين هتبقى ايه؟ بس للاسف الاستروسايت دي لو اتقسمت بسرعه تعمل حاجه اسمها جليوما. جليوما دي غالبا تبقى كانسر تبقى مين؟ تتحول لخلايا سرطانيه. طيب حظي انا قلت كده ايه؟ قلت البانش بتاع الابندمال سيل. الابندمال سيل دي يا جماعه دي بتساعد في تكوين والموفمنت بتاع حاجه اسمها سيريبرو سباينال فلويد. حاجه اسمها مين؟ سيريبرو سباينال فلويد. انتوا هتاخدوا ان شاء الله في البرين او في النيورو اناتومي سواء هم ولا انا المهم ان في عندنا حاجه اسمها فنتركلز حاجه اسمها ثيرد فنتركل. انسى بقى الفنتركل بتاع القلب ثيرد مين؟ حاجه اسمها فورث فنتركل. وفي عندك السباينال فورد حاجه اسمها سنترال كانال. حاجه اسمها مين؟ سنترال كانال. انتوا معايا مش معايا؟ السنترال كانال والثيرد فنتركل والفورث فنتركل كل دي كابيتال مليانه بسائل اسمه ايه؟ سيريبرو سباينال فلويد. اللي بيحصل بقى الابندمال سيل دي بتبقى عامله ازاي؟ مش معايا انت عندك ده هو السيريبرو سباينال فلويد ده جاي من ايه؟ ما هو اكيد جاي من البلاط يا جماعه. جاي مين؟ جاي من البلاط كابيلر. فانت عندك هنا في بلاط كابيلر زي مثلا بلاط كابيلر تخيل معايا وعندي هنا حاجه اسمها مين؟ حاجه اسمها فنتركل. انسى الفنتركل بتاع الهارت. الفنتركل ده مليان سيل اسمه ايه؟ سباينال فلويد. انت عندك في بقى خلايا بقى خلايا جميله جدا الخلايا دي اسمها ابيدمال سيلز. اسمها مين؟ ابيدمال سيلز. والابيدمال سيلز يا جماعه اللي يطلع منها مين؟ سيليا 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 اهداف 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 ده اللي هي مين بقى الخلايا دي اسمها ايه بقى؟ ابيدمال مين؟ ابيدمال سيلز. الابيدمال سيلز دي هي وال البندمال سيل والبلاد كابيلري اللي هي نيبرين اللي هي المجاوره الاثنين مع بعض يعني دي اسمها البندمال مين؟ البندمال سيل مع البلاد كابيلري الاثنين بيشكلوا حاجه اسمها كرويد بليكسس. اسمها ايه بقى؟ الكرويد بليكسس دي اللي هي الكابيلري البلاد كابيلري مع البندمال سيل دولت اللي بيساعد تكون مين؟ السائل دوت يعني في المايوز بتعدي بطريقه معينه الاكسجين يعدي الليبل سوربل
ده بيشكل لي مين؟ بيشكل لي وجلوكوز ممكن يعدي، ده بيشكل لي مين؟ الكونتنت بتاع مين؟ الكونتنت بتاع السيروس فلويد. طيب يعني مين ده اللي بيشكل بقى السيروس اللي هو الميه والجلوكوز والصوديوم والحاجات دي كلها؟ المهم الخلايا يا جماعه اللي هي مين؟ اندوثيليال سيلز بتاع البلاد كتنز. ومين؟ وفي نفس الوقت سبحان الله الايفنت ما نسيت ليها سيليا، ليها مين؟ سيليا يعني اهداف ملايين. ولما تتحرك كده تقوم مين؟ ما هو السيف ان شاء الله لما ناخده له سيركيوليشن، يعني هو بيتكون مكان ويقعد مين؟ يمشي 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 وبعدين يتحرك وبعد كده يتصرف. فمين بقى اللي بيساعد في عمليه الموفمنت بتاعته؟ سيليا. يبقى فين الايفنت ما نسيت ايه الهدف بتاعها؟ فين نسيت هي بتساعد في تكوين بتساعد في مين؟ في الموضوع المايكرو جلاند سيلز دي يا جماعه تعتبر مونوسايت، بس مونوسايت مونوسايت عدت يعني طلعت من بوم مارو مونوسايت وبعد كده راحت في البرين تيشو فاصبحت مين؟ ماكرو فيش ماكرو فيش. فالمايكرو جلاند تعتبر نوع من انواع مين؟ الماكرو فيش. واضحه ولا مش واضحه؟ دي طبعا هتعمل ايه الماكرو فيش دي؟ اكيد عشان تعمل بروتكشن ناس سيلز، ناس الخلايا الضئيله اللي هي البكتيريا والفيروس. كمان لو في ديبري، ديبري يعني ايه؟ هي اسمها دي اي بي دي ار اي اس، بس انطبق ديبري. ديبري يا جماعه اللي هي اي نواتج من مين؟ اي ويست برودكت من مين؟ من النيرون. مين بقى اللي بيشفطها ومين؟ هي المايكرو. بس هي اهم حاجه ان هي ديفنسيف مين؟ ديفنسيف فانكشن، ان هي اي ميكروب او اي فيروس تدخل جوه البرين مين اللي بيتهم؟ مايكرو نرفيا. اوليجودندروسايت، اوليجودندروسايت دي يا جماعه دي بتكون المايلين شيز، بتكون مين؟ بتكون مايلين شيز جوه السينس، جوه السينس. ودي يمكن نتكلم عليها المحاضره الجايه. وشوان سيلز دي بتكون مايلين شيز، دي بقى كون المايل شيز في البريفرال سيستم. وفي اسمها سكواد دي برضه هشرحها المره الجايه ان شاء الله، بكره ان شاء الله. شكرا.